عقد مجلس النواب آخر جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، وعرض رؤساء الهيئات البرلمانية ورموز المجلس أهم القوانين والتشريعات التي أنجزها المجلس. كما عرض رئيس المجلس في تقرير شامل ما تم تحقيقه على المستوى الرقابي والتشريعي خلال دور الانعقاد الثاني قبل إعلان فض وإنهاء دور الانعقاد الثاني. وفي تصريحات لأونلايف، أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عقب اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة تمكنت من إصدار 10 قوانين خلال دور انعقاد واحد، على رأسها قانون التراخيص وقانون سلامة الغذاء. الحقيقة التعامل مع لجنة الصناعة تعامل مثمر جدا جدا وبناء، لأنه في الهدف في النهاية احنا كلنا لنا هدف واحد، وهو إصدار قوانين وتشريعات اللي من شأنها تحسين مناخ الصناعة وإعطاء وزارة الصناعة القدرة لتنفيذ كل المشروعات اللي احنا عايزينها وإنشاء الهيئات ونحن نقوم الهيئات اللي موجودة حاليا ونخليها تقدر تقدم الخدمة بشكل أفضل. كمية التشريعات الحمد لله اللي تقدمت في الدورة الأخيرة بالتعاون مع لجنة الصناعة كبير جدا، جزء كبير من هذه التشريعات تم تقديمها من الحكومة، ومنها تشريعات الحقيقة كانت واقفة لأكثر من 10 ل 15 سنة، منها قانون الترخيص الصناعية اللي هو يعني يمكن بعتبره ثورة في الصناعة وهيعمل تأثير كبير جدا على النمو الصناعي، منها قانون سلامة الغذاء اللي كان متوقف بقاله أكثر من 16 سنة لأنه متداخل فيه أكثر من 17 وزارة وجهة. إحنا عندنا هيئات للمياه، هيئات للكهرباء، هيئات للصرف الصحي، ما عندناش هيئة مختصة بسلامة الغذاء للإنسان المصري. ده اللي إحنا عملناه. ففي يمكن أكثر من 10 قوانين تم جزء كبير منهم تم الموافقة عليه في الجلسة العامة، وجزء منه لسه تحت قيد الدراسة.